وللمزيد ينضم إلينا من الأراضي المقدسة عبر تطبيق زوم موفد التلفزيون المصري محمد حلمي. محمد، يعني هل تضع السادة المشاهدين في تفاصيل المشهد وتطمئن على أحوال البعثة المصرية؟ بالفعل، في البداية تحياتي لك من صعيد مشعر عرفات، كل سنة والسادة المشاهدين والأمة العربية والإسلامية بخير. أؤكد لك هذا الموسم موسم استثنائي. كما نرى في الخلفية هذا المكان قبل سنوات كان يكتظ بكافة ضيوف الرحمن، لكن هناك انسيابية منذ الصباح الباكر، انسيابية تامة نظرا للجاهزية وهبة الاستعداد التي استعدت لها السلطات السعودية توفير الأجواء الآمنة لضيوف الرحمن لأداء الشعيرة في طمأنينة ونسوة. أؤكد لك أن الانتشار الشرطي موجود في كافة الشوارع المؤدية من مشعر منى وحتى مشعر صعيد عرفات. أؤكد لك أن هناك المروحيات تجوب كافة المخيمات، هناك عدد من المراكز الصحية على طول مشعر منى إلى جبل عرفات تصل إلى 156 مركز صحي، إضافة إلى 25 مستشفى متخصص مجهزة لاستقبال أي حالات طارئة. بها أكثر من 5000 أسرة، هذه الأسرة بها 1500 أسرة للعناية المركزة لأي حالات، كذلك 241 أسرة للطوارئ للتعامل مع حالات ضربات الشمس. بالنسبة للحجاج المصريين، الحمد لله حجاج مصر بخير، لا توجد أي أمراض وبائية بين الحجاج المصريين. كان هناك 10 حالات من الحجاج المصريين بالمستشفيات، تم خروج 6 قبل عملية التفويج لصعيد عرفات، وسوف يتم تفويجهم أو تم تفويجهم من البعثات النوعية. الأربع حالات الأخرى تم تفويجهم من خلال الهلال الأحمر السعودي إلى مشعر وصعيد عرفات مباشرة لكي يؤدي الفريضة. فالحاج عرفة، هناك أكثر من 180 سيارة إسعاف تجوب كافة مناطق عرفات لرصد اي حاله طارئه او في حاجه الى عنايه بشكل فائق ونقلها الى المستشفيات. هناك خط ساخن موجود من خلال اللوحات الارشاديه التي تصل الى 125 لوحه ارشاديه موجوده بكافه صعيد عرفات. الحمد لله، الاجواء اجواء روحانيه عاليه، هناك اشتياق من ضيوف الرحمن بعد توقف موسم الحج لمده سنتين بسبب جائحه كورونا. ولكن دعني اؤكد لك ان هذا الموسم كما قلت في البدايه موسم استثنائي. نعم. من خلال تجهيز المخيمات، هناك مع ارتفاع درجة حرارة الشمس، ولكن هناك تم توفير الرشاشات في كافة الشوارع من خلال تقنية الذكاء الاصطناعي. أؤكد لك أن هناك إجراءات احترازية تتم في هذه المخيمات، هناك هواء نقي صديق للبيئة بهذه المخيمات، وذلك كل هذه الإجراءات هي هدفها توفير الأجواء المناخية الملائمة للشعيرة لضيوف الرحمن لكي يؤدي هذه الشعيرة في طمأنينة ويسر. محمد، يعني ذكرت أنه موسم استثنائي، وهو بالفعل استثنائي، هو أول موسم بعد تخفيف الإجراءات بعد جائحة كورونا. هل لك أن تذكر لنا الفرق بين هذا الموسم والمواسم السابقة التي شاركت أنت فيها أيضا وكنت مشارك في بعثة الحج المصرية؟ بالفعل أحدثك الآن من على أرض الواقع. الأعوام الماضية كان لا يمكن أن أقف في هذا المكان، بنظرا لأن كان عدد الحجاج في آخر عام 2019 قبل جائحة كورونا حوالي 2.5 مليون حاج من كافة الدول. هذا العام هو 1 مليون حاج من كافة الدول الإسلامية، منهم 850 ألف حاج من حجاج الخارج و 150 ألف حاج من حجاج الداخل. ولكن السلطات السعودية تعاملت مع هذا الحدث الجلل بتهيئة كافة الإجراءات الاحترازية، وكذلك تصعيد كافة الإجراءات، سواء التواجد الشرطي، سواء التأمين الصحي والطبي لحجاج ضيوف الرحمن، تجهيز المخيمات. تجهيز المخيمات هذا العام لها شكل مغاير تماما للأعوام الماضية، فهي بالفعل مخيمات صديقة للبيئة. أؤكد لك أن كذلك الأطعمة والمشروبات على مدار الساعة، خاصة المشروبات الباردة،
لتخفيف الاجواء هنا، حيث ان درجه الحراره مرتفعه، ولكن اؤكد لك ان ضيوف الرحمن خاصه الحجاج المصريين هناك اشتياق، يعني الكل في اشتياق لاداء الفريضه، والكل يعني في تجربه مع يعني مع نفسه لكي يتم القبول ويرجع سالم غانم الى اهله كما ولدته امه كما جاء في الحديث الشريف. ان شاء الله محمد، وحج مبرور وذنب مغفور، وتقبل الله منك ومن جميع الحجاج باذن الله. شكرا لك محمد حلمي، موفد التلفزيون المصري من المملكه العربيه.